الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية. خلال جولة بالإسكندرية، مدبولي يؤكد أن مشروعات حياة كريمة تأتي على رأس أولويات الحكومة. الناتو يدعو وكالة الطاقة الذرية إلى تفتيش محطة زابوريجيا على نحو عاجل. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية. وقدم الرئيس السيسي الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، وقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه. من جانبه، قدم طارق عامر الشكر والتقدير للرئيس السيسي على مساندته له خلال فترة توليه منصبه، حيث أكد أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس السيسي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على الاستمرار بالرغم من كل التحديات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي يعتبر مشروع القرن 21. جاء ذلك خلال زيارة مدبولي لمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بمتابعة مشروع حياة كريمة على مدار الساعة. كعادتي دايما في كل زيارة تفقدية بحرص على ان احنا يعني يبقى في جزء من الزيارة مهم جدا لمشروع حياة كريمة، وعشان كده كانت بداية الزيارة لقرية ابو صير اللي تابعة لمركز برج العرب لتفقد المشروع العظيم مشروع حياة كريمة اللي سيادة الرئيس بيوجه الحكومة بمتابعته على مدار الساعة، واللي زي ما حضراتكم شفتوا يمكن، والحقيقة رجال الهيئة الهندسية هم القائمين على هذا المشروع مع المنطقة الشمالية، يعني كل المشروعات الخدمية اللي بتتعمل، مياه شرب صرف صحي كهرباء مجمع خدمات مجمع طبي، شفنا التطوير الكبير اللي بيحصل فيه. ده النموذج اللي هو زي ما حضراتكم بتتابعوا معايا، ببقى حريص دايما في كل زيارة ان احنا نؤكد على حرص الحكومة بالرغم من كل التحديات على الاستمرار في هذا المشروع اللي احنا بنعتبره فعلا مشروع القرن 21. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بدخول الميكنة الكاملة للموانئ والمعامل. وأشار مدبولي إلى أنه تم عمل منظومة جديدة تنقل الموانئ المصرية نقلة نوعية كافية لـ40 عاما قادمة. أشرح بطريقة بسيطة جدا للمواطن مدى التطور أو التطوير الرهيب اللي يعني وجه به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة المواني والتجارة الخارجية لمصر. احنا كان عندنا ايه المشكلة؟ المواني اللي موجودة، المواني معلش عشان نبقى واضحين، مواني قديمة، الأرصفة يمكن مش كافية، أطولها مش كافية على الإطلاق، أعماق المواني ما تكفيش السفن العملاقة أنها تدخل، ولكن كمان كان التحدي الأكبر المنظومة اللي بيحصل فيها التخليص للجمركي والإجراءات والفحص والمعامل والإجراءات البيروقراطية الرهيبة اللي كانت تبقى موجودة. احنا توجيه سيادة الرئيس كان دخول بالميكنة الكاملة لهذا الموضوع. فالحقيقة اللي اتعمل منظومة بكل المقاييس، منظومة بتنقل المواني المصرية لنقلة تانية خالص وتبقى كافية للـ30-40 سنة اللي قدام.
وخلال التصريحات الصحفية على هامش زيارته للإسكندرية، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم عمل تطوير كامل لمنظومة الإفراج المسبق عن الشحنات لتسهيل الإجراءات على المواطنين بجمعها في مكان واحد فقط. وأشار مدبولي إلى أن المنظومة الجديدة تعمل الدولة عليها في جميع موانئ مصر بهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا عالميا. منظومة كاملة بيحصل تطوير كامل للمواني، منظومة الإفراج المسبق عن الشحنات، ودي منظومة اللي احنا بنسميها الـ ACI مع وزارة المالية. بقى النهاردة المواطن بيجي معاه الورق بتاع الشحنة، كان بيبقى معاه ما يطلق عليه، أنا آسف أقولها باللفظ كده، الدرج المنافستو، اللي مكتوب إنه لازم ياخد موافقات من 20-30 جهة. بقى بيروح في مكان واحد كلهم متجمعين فيه، بيبدأ إن هو يخلص كل إجراءاته وهو واقف. كل دي منظومة جديدة احنا شغالين عليها في كل مواني مصر النهاردة، بهدف ان مصر فعلا تبقى مركز اقليمي عالمي، نستغل الموقع اللي كلنا دائما نتغنى بموقع مصر المتميز. لا، يبقى ده من خلال منظومة مواني جديدة بتنشأ وترفع كفاءة المواني القائمة، بحيث يبقى عندنا منظومة حديثة. وده اللي خلى الحمد لله النهاردة، عشان بس ادي لحضراتكم، وانت حضراتكم بتتابعوا من خلال مذكرات التفاهم والعقود التوقيع اللي بتتعمل جوه المجلس الوزراء، اكبر شركات شحن وشركات حاويات في العالم النهاردة بالرغم من كل التحديات بقت جاية بتوقع على حق امتياز واستغلال وإدارة لأرصفة النهاردة الدولة المصرية نجحت في تنفيذها وبتنفذها في خلال الفترة الجاية. ولولا اللي اتعمل ده ما كانش هذه الشركات فكرت أنها تبقى موجودة في مصر. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد قام بزيارة لمحافظة الإسكندرية، بدأها بقرية أبو صير التابعة لمركز برج العرب لتفقد مشروع حياة كريمة. وخلال الزيارة تفقد مدبولي سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة، مؤكدا أن الدولة تنفذ خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية بتكليف من الرئيس السيسي. كما تفقد مدبولي مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة، حيث اطلع على الجهود التي قامت بها الهيئة والخاصة برفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة. كما قام مدبولي بزيارة إلى ميناء الإسكندرية وتابع تطبيق المنظومة الواحدة للتسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية، حيث تفقد مبنى الشركة المصرية للتجارة الإلكترونية. وخلال زيارته تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير حلقة السمك، مؤكدا أهمية هذا المشروع الذي يقوم على زيادة العائد الاقتصادي للحلقة. الزيارة شهدت كذلك تفقد مدبولي مبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية، مبنى محكمة أحمد عرابي التاريخي، بعد خضوعه لعملية ترميم شاملة. كما تابع رئيس الوزراء ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإرسال مساعدات إغاثية عبر الجسر الجوي الذي امتد على مدار عدة أيام لجمهورية السودان، في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، أقلعت 5 طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية على مدار عدة أيام. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات إغاثية عبر الجسر الجوي الذي امتد على مدار عدة أيام لجمهورية السودان، في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، أقلعت 5 طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية على مدار عدة أيام.
اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتي الدفاع والصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء السودانيين. تأتي تلك المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين. في إطار توجيهات الرئيس السيسي بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية، وقع مدير الكلية البحرية بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة الإسكندرية في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، وذلك لدعم المنظومة التعليمية والبحثية بحضور قائد القوات البحرية. ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة الطلاب علميا وعمليا من خلال التعاون العلمي والبحثي فيما بينهما، مما يسهم في تبادل الخبرات والإمكانيات العلمية بمختلف التخصصات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بمنظومة العملية التعليمية لكلا الجانبين. حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الإسكندرية وعدد من مسؤولي جامعة الإسكندرية. استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بجمصة وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما زار الوفد أيضا مركز إصلاح وتأهيل القناطر النساء للإطلاع على أوضاع النزلاء وأوجه الرعاية الصحية والمعيشية والاجتماعية والتأهيلية المقدمة لهم ومدى تماشيها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. مع ما أحدثته مراكز الإصلاح والتأهيل من نقلة نوعية وحضارية في منظومة السياسة العقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، توالت زيارات المنظمات الحقوقية لتلك المراكز للاطلاع على أوضاع النزلاء الإنسانية والاجتماعية والتأهيلية. فقد استقبل مركز الإصلاح والتأهيل جمصة مؤخرا وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها المجلس لمراكز الإصلاح والتأهيل لمشاهدة مرافقه والرعاية المقدمة للنزلاء، وفي المقدمة منها الرعاية الصحية المقدمة لهم من خلال المركز الطبي المطور الموجود به. الرعاية الصحية دايما بنشوفها كل مرة بتتقدم بأعلى مستوى موجود بما فيها يعني حالات الطوارئ. النهاردة شفنا حالة طوارئ نزيل، مجرد ان هو جاله ألام في الصدر توجه فورا في خلال وقت قصير ان هو اتجه وعمل رسم قلب وتعملت له كل الفحوصات اللازمة. حقيقي اللي احنا بنشوفه النهاردة هو جزء أساسي من تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها السيد الرئيس في سبتمبر 2021. احنا نقدر ان احنا من خلال الزيارات والمتابعات نقدر ان احنا نلمس ان هناك مؤشرات حقيقية على وجود تغير للأفضل. وحرص الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والثقافية والسلوكية والتأهيلية، حيث تطبق برامج تأهيلية متطورة لتصحيح المسارات الفكرية للنزلاء وإكسابهم مهارات حرفية تسهم في دمجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم، ويشرف على تنفيذها خبراء ومختصون كما شاهدوا منتجات النزلاء. واستمرارا لزيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان لمراكز الإصلاح والتأهيل، قام وفد من المجلس بزيارة مركز إصلاح وتأهيل القناطر النساء، شاهدوا مرافقه ومنشآته وبرامج الإصلاح والتأهيل. بحيي وزارة الداخلية، بحيي قطاع الحماية المجتمعية على التركيز النهاردة على العدالة الإصلاحية. الرؤية اللي بتحكم العمل في هذا المركز روح إصلاحية بامتياز، بتسلحهم بمهارات هتساعد النساء دول إنهم لما يخرجوا هتبقى في إيدها حرفة أو مهنة أو صنعة تمكنها انها تبني لنفسها حياه كريمه. وزاره الداخليه تسير بخطى ثابته نحو الغاء المفهوم القديم حول
السجون، وبالفعل تحولت السجون إلى مراكز إصلاح من شأنها أن توفر لكافة النزلاء التمتع بحقوقهم سواء الصحية أو الاجتماعية أو الرياضية. في تطور كبير بيحصل في مراعاة لكل الظروف الخاصة بهؤلاء النزلاء، في تأهيل تعليمي شفناه، في فصول لمحو الأمية. وأشاد الوفد بكافة التجهيزات الموجودة التي تسهم في توفير الرعاية للنزلاء وتأهيلهن وفقا لمعايير حقوق الإنسان. مبهورة الآن باللي أنا بشوفه بالتغييرات، أنا بشوف أنها مهمة جدا، وأنها فعلا بتجعل النزيل أنه جزء يندمج من المجتمع. خلال الزيارة شفنا قد إيه في اهتمام طبي بالأطفال الرضع من وقت ما بيتولد لحد الوقت اللي مسموح له به حسب القانون. تأكدنا من توافر كل أنواع التطعيمات للأطفال، وشفنا الشهادات الطبية بتاعة الأمهات والأطفال. وتأتي تلك الزيارات ضمن زيارات مكثفة تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ما تقدمه من رعاية وبرامج إصلاحية للنزلاء تتناسب مع معايير حقوق الإنسان وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر مؤخراً. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الحملة خلال 24 ساعة من ضبط 481 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 228 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 82 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 145.5 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 709 قضية، من بينها 149 قضية خبز ناقص الوزن و121 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 101 طن أقماح محلية. أعربت وزارة الخارجية عن تهنئة مصر إلى جمهورية تونس الشقيقة حكومة وشعبا بمناسبة ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن قبول مشروع نص الدستور الجديد. أكدت الخارجية أن إعلان قبول الدستور الجديد يعكس إرادة الشعب التونسي وتطلعه إلى استمرار مسيرة التقدم والازدهار بالبلاد، كما أكدت دعم مصر وتضامنها مع تونس من أجل الاستقرار والرخاء للأشقاء التونسيين، وفي إطار ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية ممتدة وروابط أخوية تجمعهما. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس قد أعلنت قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة تجاوزت 94%، وبذلك يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ ويرسم معه ملامح الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد. نحو جمهورية جديدة تسير تونس على الخطى الصحيحة، وذلك بعد قبول النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أعلنت رسميا قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة تجاوزت 94%، ليدخل بذلك الدستور الجديد حيز التنفيذ ويرسم معه ملامح الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد. فمن دون أحزاب فاسدة أو جماعات صاحبة أيديولوجيات محددة، يضع الدستور الجديد قواعد لبنيان جمهورية صلبة بحسب مراقبين. المراقبون ذاتهم ارتأوا أن الصلاحيات المعززة لرئيس الجمهورية في الدستور الجديد سيضمن استقرار الدولة التونسية ومؤسساتها، ويقطع الطريق على الفساد والمنظومات السياسية الفاشلة والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة واقتصادها، علاوة على وقف ضرب النموذج المجتمعي والثقافي التونسي. خرج الدستور الجديد إذن بعد حوار مجتمعي واسع أدلى الجميع فيه بدلوه وأعطى كل تونسي فيه برأيه، وفوق كل ذلك كان القانون فوق الجميع بنظره للطعون المقدمة ضد نتائج الاستفتاء ليصبح شعار جمهورية تونس الجديدة بين كلمتين.
الدستور والقانون. قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي إن هناك وجهة نظر متقاربة مع رئيس الجمهورية ميشيل عون حول تشكيل الحكومة الجديدة. جاءت تصريحات ميقاتي عقب لقائه الرئيس اللبناني بقصر الرئاسة بعبدة لبحث التشكيلة الحكومية والأوضاع الاقتصادية في لبنان. وأكد ميقاتي أنه قدم في 29 يونيو الماضي إلى الرئيس تشكيلة للحكومة، موضحا أن الحديث متواصل بشأن تشكيل الحكومة. نجحت قوة الجيش الصومالي في تنفيذ عملية عسكرية بإحدى قرى محافظة شبليا السفلى جنوبي البلاد، مما أسفر عن مقتل 10 عناصر إرهابية وإصابة 15 آخرين. وكشف قائد القوات المسلحة الصومالية عن ضبط ذخائر ومعدات كانت بحوزة الإرهابيين، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية تجرى في جميع أنحاء البلاد لمحاربة حركة الشباب الإرهابية، وستستمر حتى يتم إخراجهم من الأماكن التي يختبئون فيها. في العراق اجتمعت الرئاسات الثلاثة للحكومة والرئاسة والبرلمان مع قادة القوى السياسية الوطنية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة التطورات السياسية في البلاد وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق. خلال الاجتماع تم التأكيد على استمرار الحوار الوطني لوضع خارطة طريق قانونية ودستورية. وأضاف مجلس الوزراء العراقي أن الاجتماع أكد على الالتزام بالثوابت الوطنية وإيجاد حل لكل الأزمات، مشيرا إلى أن الرئاسات الثلاث اجتمعت مع قادة القوى لمناقشة التطورات السياسية. من جانبه أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الحوار الوطني هو أولوية قصوى لمعالجة الأزمة، مشددا على ضرورة وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح الوطن. وأشار الرئيس العراقي إلى أن استمرار الوضع القائم حاليا غير مقبول ويتطلب تجاوز الخلافات، مضيفا أن احترام إرادة المواطنين هو أساس الخروج من الأزمة السياسية. جاء ذلك خلال أعمال جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دعا قادة القوى السياسية الوطنية. إلى ذلك قررت المحكمة الاتحادية تأجيل موعد البت بدعوى حل البرلمان. وأوضحت وسائل إعلام عراقية أن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل موعد البت بدعوى حل البرلمان إلى 30 من الشهر الجاري. كانت الكتلة الصدرية قد تقدمت بدعوى قضائية في وقت سابق مطالبة بحل مجلس النواب. اعتبر الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ينسن ستالتنبرغ أنه من الملح أن تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيشا في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا، بينما تتواصل الضربات والاشتباكات في محيطها. وطالب ستالتنبرغ خلال مؤتمر صحفي بضمان انسحاب جميع القوات الروسية من الموقع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. جدير بالذكر أن القوات الروسية قد استولت على المحطة النووية الأكبر في أوروبا في مطلع مارس.
هددت أوكرانيا بتفكيك جسر كيرتش الذي شيدته موسكو بتكلفة عالية لربط روسيا بشبه جزيرة القرم، حيث وقعت عدة انفجارات في قواعد عسكرية روسية. يعد جسر كيرتش الذي افتتحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2018 والممتد على طول 19 كيلومترا مشروعا ضخما ومكلفا استغرق بناؤه عامين لربط روسيا بشبه جزيرة القرم، ويرمي إلى الحد من عزلة شبه الجزيرة بعد 4 سنوات على ضمها. حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي مواطنيه من الاقتراب من المنشآت العسكرية الروسية ومواقع تخزين الذخيرة والمعدات. وألمح زيلنسكي إلى العمليات الأوكرانية التي تتم خلف خطوط القوات الروسية، وذلك في إشارة إلى الانفجارات التي وقعت في مستودع روسي للذخيرة في شبه جزيرة القرم والتي لم تعلن كييف مسؤوليتها عنها صراحة. وقال زيلنسكي إن أسباب الانفجارات في الأراضي الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة روسيا يمكن أن تكون متنوعة، مشيرا إلى أنها تحمل معنى واحدا هو تدمير الخدمات اللوجستية للقوات الروسية وذخائرها ومعداتها العسكرية وغير العسكرية ومراكز القيادة. أعلنت شركة إدارة المحطات النووية الروسية أن محطة الطاقة الذرية في مقاطعة كورسكا على الحدود مع أوكرانيا عادت للعمل بشكل كامل. وكانت مصادر روسية قد أعلنت قيام مجموعات تخريبية أوكرانية بتفجير 6 أبراج لخطوط الكهرباء التي تغذي المحطة النووية الواقعة في منطقة كوريتشاتوف بالمقاطعة. وكانت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية قد أفادت أن التفجير تسبب بخلل في سير العملية التكنولوجية لتشغيل محطة الطاقة النووية، مؤكدة أن الحرس الوطني الروسي عزز أمن منشآت الطاقة النووية. أعلن مسؤول حكومي أوكراني أن القوات الروسية شنت هجمات صاروخية على إقليم أوديسا جنوب غربي أوكرانيا. وأضاف المسؤول أن الهجمات الصاروخية أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص وتعرضت مباني سكنية لحرائق ودمار، مشيرا إلى أنه تم إرسال ما يصل إلى 7 وحدات من أفراد الإطفاء للتعامل مع أثار القصف الصاروخي. غادرت اليوم 4 سفن محملة بزيت دوار الشمس والذرة ميناي تشيرنوموارسك وأوديسا الأوكرانيين، وذلك في إطار اتفاق تصدير الحبوب الذي تم برعاية الأمم المتحدة. يأتي ذلك بعد يوم من مغادرة 5 سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية، من بينها أول سفينة محملة بالحبوب إلى أفريقيا. وكانت 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود قد تم فتحها الشهر الماضي للمساعدة في تصدير مئات الآلاف من أطنان الحبوب الأوكرانية إلى الخارج.
قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بوزلي إن وقف الجوع في العالم يتطلب إجراءات أكثر من مجرد نقل السفن للحبوب إلى خارج أوكرانيا. وأضاف بوزلي أن منطقة القرن الأفريقي تعد واحدة من العديد من المناطق حول العالم التي تضررت من التوقف شبه الكامل لتدفق الحبوب والأغذية الأوكرانية في الأسواق العالمية، ما جعل الحياة فيها أكثر صعوبة بالنسبة للأسر التي تكافح بالفعل مع تزايد الجوع. وذكر برنامج الأغذية العالمي أن العالم ما زال يواجه أزمة غذاء غير مسبوقة على الرغم من هذه التطورات الإيجابية. أظهرت توقعات لوزارة الاقتصاد الروسية أن متوسط سعر تصدير الغاز سيرتفع بأكثر من الضعفين هذا العام إلى 730 دولارا لكل 1000 متر مكعب قبل أن ينخفض تدريجيا حتى نهاية 2025 مع تراجع صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب. يتدفق الغاز من روسيا أكبر مورد لأوروبا بمستويات منخفضة هذا العام بعد إغلاق أحد الطرق عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير، وقطع روسيا الإمدادات عن دول أوروبية لرفضها دفع ثمن الغاز بالروبل. كذلك اندلاع نزاع بشأن إصلاح توربين ضروري لتشغيل خط أنابيب نورد ستريم 1 والذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا. أظهرت بيانات من مصادر تجارية وصناعية أن واردات الهند من النفط الخام من روسيا في يوليو تراجعت للمرة الأولى منذ مارس إلى جانب مشترياتها الإجمالية، بينما ارتفعت الإمدادات من السعودية لأول مرة في 5 أشهر. وزادت مصافي تكرير النفط الهندية من الإمدادات السعودية في ظل جاذبية الأسعار، فيما ارتفعت أسعار الإمدادات الروسية بسبب الطلب القوي. واستقبلت الهند شحنات من النفط الروسي بلغت 877,400 برميل يوميا في يوليو بانخفاض نحو 7.3% عن يونيو، ولا تزال موسكو أكبر مورد للنفط للهند بعد العراق. أعلنت الحكومة الكوبية أنها ستسمح بالاستثمارات الأجنبية في تجارتي الجملة والتجزئة سعيا لإيجاد حل لأزمة نقص السلع الحاد في هذا البلد. وقال وزير الاقتصاد الكوبي إن الاستثمار الأجنبي في تجارتي الجملة والتجزئة بتنظيم من الدولة سيسمح بتوسيع الإمدادات للسكان وتنويعها، سيساهم أيضا في انتعاش الصناعة الوطنية. وبحسب الإجراءات الجديدة يمكن لشركات البيع بالجملة أن تكون تابعة بنسبة 100% لمستثمرين من القطاع الخاص، ولكن شركات البيع بالتجزئة ستظل خاضعة للنظام الاقتصاد المختلط والمعمول به في الجزيرة والذي ينبغي أن تحتفظ الدولة بالمشاركة فيه. أكد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الأسعار ارتفعت 6% في يوليو بالمقارنة بشهر يونيو الماضي على أساس شهري. وأكد بنك إنجلترا أن ارتفاع الأسعار الطاقة في أوروبا عقب العمليات الروسية في أوكرانيا باعتبارها المحرك الرئيسي للتضخم. تعاني المملكة المتحدة من أعلى نسبة تضخم منذ 40 عاما مع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وصعود أسعار الطاقة، مما يزيد الضغوط على الأسر البريطانية. بيانات رسمية أظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قفز إلى 10.1% في يوليو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير من عام 1982، مرتفعا عن معدل سنوي بلغ 9.4% في يونيو، مما يزيد الضغوط على الأسر. مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أوضح أن الأسعار ارتفعت 6% في يوليو بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي على أساس شهري، بينما بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار البيع بالتجزئة 12.3%، وهو أعلى مستوى منذ مارس من عام 1981. وقد قام بنك إنجلترا المركزي البريطاني برفع نسبة سعر الفائدة الرئيسي 0.5% إلى 1.75% للحد من التضخم، وهي أول زيادة له بمقدار 0.5% منذ عام 1995. وقد توقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند 13.3% في أكتوبر عندما ترتفع أسعار الطاقة حسب الزيادة المقررة. وأكد بنك إنجلترا أن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا عقب العمليات الروسية في أوكرانيا هو المحرك الرئيس للتضخم،
ومن المرجح أن يدفع بريطانيا إلى ركود طويل وإن كان هامشياً في وقت لاحق من هذا العام. نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. تزامنا مع مناوراتها العسكرية حول تايوان، الصين تعلن أنها سترسل قوات عسكرية إلى روسيا لإجراء مناورات مشتركة. سيبدأ صاروخ عملاق تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا رحلة برية تمتد لساعات إلى منصة الإطلاق استعدادا لرحلته التجريبية الأولى في الفضاء في وقت لاحق من الشهر الحالي. وحددت ناسا موعدا لإطلاق الصاروخ والذي يبلغ ارتفاعه 98 مترا ويحمل كبسولة غير مأهولة بالبشر في أول مهمة له إلى الفضاء. ستكون الرحلة التجريبية التي طال انتظارها حاسمة في تقييم مدى تقدم برنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا والذي كلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات على أمل إعادة البشر إلى سطح القمر. حلقت مقاتلات تايوانية من طراز F-16 في السماء في استعراض للقوة أمام وسائل الإعلام. وندد المتحدث باسم وزارة الدفاع للصحفيين بتصرفات الصين ووصف التدريبات التايوانية بأنها فرصة جيدة للقوات لصقل مهاراتها. وأضاف المتحدث أنه سيتم إجراء كل التدريبات لتحسين الأساليب والفاعلية القتالية للقوات التايوانية. يأتي ذلك بينما تجري الصين تدريبات عسكرية حول الجزيرة بعد زيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تبعتها زيارة 5 نواب أمريكيين يوم الأحد الماضي. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها سترسل قوات عسكرية إلى روسيا لإجراء مناورات مشتركة. بالتزامن أطلقت الصين مناورات عسكرية جديدة اليوم حول الجزيرة التايوانية. وأكد مصدر عسكري صيني أن التدريبات ستتواصل حتى الجمعة المقبلة. وتأتي التدريبات الجديدة غداة انتهاء 5 مناورات عسكرية حول الجزيرة وبالقرب من مضيق تايوان. وتتواصل التدريبات العسكرية للجيش الصيني والمناورات باستخدام الذخيرة الحية حول الجزيرة منذ الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. تعتزم حكومتا اليابان والصين إجراء محادثات أمنية رفيعة المستوى بينهما في بكين، حيث يسعى الطرفان إلى تجنب المزيد من التدهور في العلاقات بعد التدريبات العسكرية الرئاسية التي أجرتها بكين بالقرب من تايوان في وقت سابق من هذا الشهر. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أنه خلال الاجتماع المرتقب بين مستشار الأمن القومي الياباني وكبير الدبلوماسيين الصينيين، من المرجح أن تعبر طوكيو فيه عن قلقها إزاء التدريبات التي أجرتها بكين احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وتؤكد أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. أعلن أكبر مزود للمياه في بريطانيا تايمز ووتر اليوم عن اعتماد لندن قيودا على استخدام المياه نتيجة موجة الجفاف الحالية، وذلك اعتبارا من 24 من أغسطس الجاري. وبموجب هذا القرار سيتعذر على حوالي 15 مليون شخص في العاصمة ومنطقة أكسفورد ري حدائقهم وملء أحواض السباحة التابعة لهم وتنظيف السيارات والزجاج والباحات الداخلية باستخدام خراطيم المياه. وفي باريس أغرقت مياه السيول والأمطار محطات مترو أنفاق باريس بعد عاصفة رعدية شديدة وتساقط كميات كبيرة من الأمطار، ما تسبب في إغلاق المترو.
يكافح رجال الإطفاء لإخماد الحرائق التي اندلعت شرقي إسبانيا، وأظهرت لقطات مصورة رجال الإطفاء وقد فروا مع اقتراب ألسنة اللهب أثناء مكافحتهم حرائق الغابات العنيفة في مقاطعة كاستيليون بشرقي إسبانيا. واستدعت السلطات أفرادا من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية لمساعدة رجال الإطفاء المحليين في مكافحة الحرائق في المنطقة، فيما أظهرت لقطات أخرى إجلاء السكان في حافلات. يشار إلى أن حرائق الغابات قد دمرت حوالي 615 ألف فدان من الأراضي في إسبانيا هذا العام. انطلقت القافلة الطبية المجانية بالمركز الحضري بمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وتتضمن القوافل توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي مدينة أبو زنيمة في جميع التخصصات الطبية. يأتي ذلك ضمن مبادرات رئيس الجمهورية حياة كريمة لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجا. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عاشور نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لشعبة العلوم للمرحلة الأولى 365 درجة فأكثر بنسبة 89.2%، بينما بلغ الحد الأدنى لشعبة الرياضيات للمرحلة الأولى 341 درجة فأكثر بنسبة 83.7%. وفيما يخص المرحلة الثانية، قال وزير التعليم العالي إن المرحلة الثانية للتنسيق ستبدأ غدا الخميس بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى. وأوضح عاشور أن المرحلة الثانية للتنسيق تستمر حتى يوم الاثنين وتستقبل 269,202 طالب بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة وللشعبة الأدبية 238 درجة. هنبدأ من بكرة بإذن الله الخميس 18 أغسطس نتلقى رغبات ولادنا في المرحلة الثانية وفقاً للي أعلناه، وحتى يوم الاثنين 22 أغسطس بإذن الله. تقريباً المرحلة دي وفقاً للمجاميع اللي معلنة هيبقى هنقبل 269,202 طالب، منهم في الشعبة الأدبية 45,908 والشعبة العلمية 223,294 طالب إن شاء الله. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي الحالي. وأوضح المركز أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي في مواعيدها المحددة وفقا للجداول المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت 20 أغسطس الجاري لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وتنتهي يوم الثلاثاء 30 من الشهر ذاته دون أي تغيير. والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. نتابع مع الزميلة رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكم إلهام ممر وياسر عبد الستار. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا.
أهلا بكم. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أكد على أن مصر سجلت 65 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة 3.2 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي. وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت ثانية أكبر وجهة للاندماج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة وعدد الصفقات. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا جلسة مباحثات مشتركة مع رونالد بان الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الدنماركية الرائدة في مجال التحفيز وتقنية العمليات، حيث ناقش الجانبان مشروعات التحول الطاقي وإمكانية الاستفادة من خبرات الشركة الدنماركية بتقنيات الأمونيا الخضراء. استعرض وزير البترول جهود مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، وأوضح أن ضخ المزيد من الاستثمارات بمجالات البحث والتطوير في هذه المجالات يتماشى مع أهداف وخطط الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية وإنتاج مواد صديقة للبيئة وأنواع وقود متجددة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء. وقع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مذكرة تفاهم مع شركة يابانية في إطار التعاون المستمر بين المنطقة الاقتصادية والجانب الياباني واستقطاب المزيد من المشروعات اليابانية داخل المنطقة، حيث تهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المشروعات التي تتوافق مع خطة المنطقة الاقتصادية في التنمية وتتفق مع صناعاتها المستهدفة. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية على دعم المنطقة للصناعات اليابانية بمصر ومدى التطلع لمزيد من التعاون البناء والمثمر. من جانبه أكد السفير الياباني أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بمزيد من المزايا والحوافز الاستثمارية، مؤكدا على أهمية التعاون واستقطاب مزيد من الاستثمارات اليابانية داخل المنطقة الاقتصادية خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر. في سوق المال تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشر EGX 70 وEGX 100. تراجع رأس المال السوقي بنحو 1.45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.530 من ألف مليار جنيه وسط تداولات بلغت أكثر من 4 مليارات جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 9843 نقطة مرتفعا بنسبة 2.18 نقطة، وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2049 نقطة مرتفعا بنسبة 55% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة. وفتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3064 نقطة مرتفعا بنسبة 99% ليغلق عند مستوى 3095 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.9 للشراء و 19.9 للبيع، اليورو 19.41 19.52، الجنيه الإسترليني 22.6 23.19، الدرهم الإماراتي 5.19 25%، أخيرا الريال السعودي 5.8 5.11. في أسواق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1791.70 دولارا للأوقية، محليا وصل عيار 18 إلى 926 جنيها للجرام، عيار 21 وصل إلى 1080 جنيها للجرام،
أيار 24 1234 جنيها للجرام. أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8640 جنيها. كشفت مبادرة بيانات المنظمات المشتركة جودي ارتفاع الصادرات السعودية من النفط الخام بيونيو، في حين ارتفع الإنتاج إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين. ارتفعت صادرات الخام بيونيو بنحو 2% إلى 796 من ألف مليون برميل يومياً، من نحو 57 من ألف مليون بمايو. وارتفع الإنتاج في يونيو إلى أعلى مستوى بأكثر من عامين إلى 10.646 من ألف مليون برميل يومياً، من 10.538 من ألف مليون في مايو. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى إلهام وياسر، إليكم. شكرا لك رغدة أبو ليلى على هذا العرض. يزداد الأردنيون تحولا نحو السيارات الكهربائية للهروب من ارتفاع تكاليف البنزين، حيث أجبرت ارتفاعات أسعار الوقود في الأردن الكثيرين على اللجوء للسيارات الكهربائية لتقليل إنفاقهم. في محاولة للهروب من ارتفاع تكاليف البنزين، يزداد الأردنيون تحولاً نحو السيارات الكهربائية بعدما أجبرت الظروف الاقتصادية ليس فقط للأردنيين ولكن في العالم بأسره على إعادة النظر في أولويات الإنفاق. بالنسبة لخالد التراوي، كان شراء سيارة كهربائية الخيار الوحيد للتخلص من فواتير الوقود الباهظة. أنا شريت السيارة اليوم لعدة أسباب. طبعا هي سيارة كهرباء زي ما بتعرف انت، من احد اسبابها سعرها يعني لطيف بالنسبة لمواصفات السيارة، واحد الاسباب غلى البنزين. يعني انت عارف البنزين عندنا شبه يعني عالي جدا حتى مقارنة بدول العالم كلها، فما بتقدر يعني مصروف السيارة ومصروف البنزين وعدة اسباب خليك تتوجه نحو الكهرباء، ومستقبل أنا بتوقع المستقبل كله كهرباء بالنهاية. وفي مؤشر على الإقبال الكبير من المواطنين في الأردن على السيارات الكهربائية، تقول هيئة مستثمر المناطق الحرة إن تصاريح الجمارك للسيارات الكهربائية من المناطق الحرة قفز بنسبة 227% خلال أول 7 أشهر من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأرجع محمد البستنجي رئيس هيئة المناطق الحرة في الأردن هذا النمو إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار البنزين والديزل في البلاد. الارتفاع يفوق 200%، يعني احنا حكينا بجوز تقريبا حوالي 225 ل 227% اللي هي الزيادة اللي حصلت على سيارات الكهرباء في عام 2022 مقارنة مع عام 2021 للـ7 شهور الأولى. طبعا الأسباب، السبب الرئيسي اليوم تقريبا اللي هو ارتفاع أسعار الوقود اللي حصل عندنا، هان اتجهت الناس بدها بدائل للبنزين. البدائل كان هناك يعني أسرع شيء اللي هو سيارات الكهرباء. وبالرغم من التسهيلات التي تقدمها الحكومة الأردنية للذين يسعون لشراء السيارات الكهربائية، ما زالوا يواجهون بعض التحديات اللوجستية مثل توافر محطات شحن السيارات، فارتفاع تكاليف البنزين أصبح الآن الدافع الأكبر في جميع دول العالم لتحويل المركبات إلى تلك التي تعمل بمصادر طاقة منخفضة مثل الكهرباء والغاز الطبيعي. انتهت إلى هنا مشاهدينا الكرام نشرة الأخبار، وعليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية. خلال جولة بالإسكندرية مدبولي يؤكد أن مشروعات حياة كريمة تأتي على رأس أولويات الدولة. الناتو يدعو وكالة الطاقة الذرية إلى تفتيش محطة زابوريجيا على نحو عاجل. انتهت نشرة السادسة، شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء جديد.